يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم نعملكو ريفيو لشغلة من دي لينك. هاي شركة مشهورة كتير بتعمل شغلة اسمها Power Line Adapters. هاي بالمختصر مفيد زي ما انتم شايفين هون. بيجي قطعتين، واحدة منهم بتوصلها بالمودم وبعدين بتوصلها بالكهرباء، والتانية بتوصلها من مكان تاني بالكهرباء بتوصلها بالكمبيوتر تبعك أو بالتلفزيون أو المكان اللي بدك إياه. المختصر هذا بوفر عليك تمديدات الإنترنت الإيثرنت من في البيت، بصير يشبك الإنترنت عن طريق الكهرباء. زي ما انتم شايفين هذا البوكس بيجي زي هيك، بيجي في قطعتين من الدي لينك، خلينا أورجيكم إياهم. هذه القطعة الأولى، هذا ريسيت توصلها بالكهرباء، بتحط هون سلك المودم، وهاي القطعة الثانية. القطعتين زي بعض فما في فرق مين تحط. هنشوف نعملكو سبيد تيست ونجرب هل فعلا مفيدة ولا لا. هاي القطعتين اوكي مثل بعض تماما. بوصل انترنت up to 1000. طبعا جوا اكيد في سلكين، انا متوقع يس هدول هم سلكين ايثرنت للتجربة. طيب بشكل عام هذا اللي في الموجود في البوكس، المهم انكم تشوفوا على ارض الواقع كيف حنوصلهم ونكمل معه. طيب هذا السلك وصلناه بالمودم وحنحطه جوا الهاي ودايركتلي بس بلاجت صار عندنا ضوء. هلا مفروض ايوه بس يوصل على الشبكه، هيك واصل على الشبكه صار في ضوء تاني. نورجيكم شو اللي بيصير. بدنا نسوي سبيد تيست على الواي فاي speed.com او سبيد تيست، خلينا نحكي تيست، نشوف الران سبيد تيست. هذا السبيد يا جماعة في كندا يعني اشي بضحك، بس انا عندي اشتراك لألف ميجا بايت، هاي اللي بوصلني. طيب خلينا نجرب نحط هاي بالكهرباء، هورجيكو شو اللي حنسويه. زي ما انتم شايفين الان هي دخلت في الكهرباء، وهذا السلك الان حنوصله على الايثرنت تبع الكمبيوتر. طيب بس عشان اورجيكم لما وصل على الكهرباء ايش صار، فين صار في ثلاث اضواء يعني ثلاث اضاءات، معناها انه شبك على الايثرنت. طيب نعمل الان تيست مره ثانيه، ما قطعنا ولا شيء. ليتس جو. يعني اعطى احسن شوي بس still مش the greatest صح، يعني ما اتوقع انه. طيب خلينا نعمل تيست على بون سبيد تيست، نشوف هذا البراوزر. خمسة وعشرين يعني مش عالي، هذا لا يعتبر عالي ولكن أحسن من الواي فاي. 25 و11. خلينا نفصل الإنترنت ونشوف، نفصل ال نرجع نعمل تيست أجين. هذا على الواي فاي، شوف شبك على الواي فاي مفروض يشبك. يس شبك كونكتد. نعمل تيست اجين، شوفوا على الواي فاي يا جماعة.
صراحة دبل ذا سبيد يعني صراحة إشي جيد. هذا هو اللاين باور لاين إذا حابين تشتروه وتستفيدوا منه، لأنه مهم جدا إذا أنت بعيد عن المودم وبدك تعمل وصلات كهرباء وصلات إيثرنت، وهذه طبعا رح تطلع جوا البيت، فالموضوع رح يكون صعب. غير هيك بكون الوضع سهل عن طريق هذا الباور لاين. إذا شفتوا اللايك ليكوا، إذا شفتوا الشير شيروا، إذا شفتوا السبسكرايب سبسكرابوا، وإن شاء الله رب العالمين نشوفكم في فيديوهات ثانية. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.